هي مشاهد حرب أهلية حقيقية مسرحها بعض أحياء العاصمة السورية دمشق، حيث باتت أعمال العنف تقترب إلى قلبها ومن ثم إلى عقر دار الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في تطور لافت للانتفاضة الشعبية في سوريا. فلليوم الثالث على التوالي تتواصل عمليات القصف والاشتباكات بين القوات النظامية والجيش السوري الحر في أحياء دمشق، حيث تم استهداف بعضها بالمروحيات. أصوات رشقات رشاشة كثيفة سمعت اليوم وسط دمشق، كما شهد عدد من عناصر الأمن المسلحين يركضون في ساحة السبع بحرات حيث يوجد مقر المصرف المركزي السوري. كما سمعت أصوات إطلاق نار في شارع بغداد والعباسيين وسط دمشق، مع تحليق كثيف للمروحيات فوق العاصمة السورية.